إلى فقرة في العمق التي نخصصها اليوم للأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثالث، وتحديدا للأكاذيب والشائعات التي رافقت الأزمة وحصار قطر. الأزمة شملت مقاطعة قطر وحصارها برا وبحرا وجوا من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر. كما تضمنت الأزمة حملات إعلامية شرسة عبر وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكما مهولا من الاتهامات الزائفة والتلفيقات والشائعات التي فندتها الوقائع على الأرض. حاولت هذه الدول المحاصرة تشويه صورة قطر بين الشعوب العربية وفي المحافل الدولية. الحملات والشائعات التي سعت للنيل من الدوحة نستعرض أبرزها في هذا التقرير. وما جاء عليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأن ما تتعرض له بلاده من حملة ظالمة تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة. حصار بدأ بكذبة تصريحات مزيفة ونسبت إلى أمير قطر، وعاشت بعدها دول الحصار عامين على الزيف والدعاية الكاذبة. حملات من التشويه والتشهير كانت من بين أدوات دول حصار قطر ضمن حرب نفسية واقتصادية لا تكل. كأس العالم لكرة القدم حدث عالمي أكبر من أن تستضيفه قطر وحدها. حرب الأكاذيب حاولت أولاً النيل من جهود قطر في ملف استضافة كأس العالم 2022. روج إعلام دول الحصار فرضية سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم تنظيم البطولة العالمية من قطر، لكن الرد جاء على لسان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. الرسالة الوحيدة التي يمكنني إرسالها لأي شخص في العالم يحب كرة القدم هي تعالوا إلى قطر، إلى الشرق الأوسط، إلى الخليج في 2022 واستمتعوا بأفضل كأس عالم على الإطلاق. وبينما كانت دول الحصار تروج لضعف إمكانات قطر الاقتصادية نتيجة الحصار واستحالة تنظيمها البطولة، كانت قطر تمضي قدما في طريق إنجاز استحقاقات التنظيم. باسم كل قطري وعربي أعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي لاستضافة كأس العالم 2022. وبعد كذبة سحب التنظيم تأتي حملة التضليل والتخوين على خلفية علاقة قطر بتركيا وإيران، بعد أن ساهمت العلاقات الدبلوماسية القطرية المتوازنة مع البلدين في تخفيف الواقع الاقتصادي للحصار. لا يخفى أن المهاجمين من دول الحصار تغافلوا عن حجم العلاقات التجارية بين طهران وأبوظبي، فقطر تأتي في المرتبة الخامسة من حيث التبادل التجاري مع إيران بقيمة 200 مليون دولار، بينما تعد الإمارات أكبر شريك تجاري عربي غير نفطي لإيران بتبادل تجاري يبلغ نحو 13 مليار دولار. وفي الحديث عن الاقتصاد، راهن رباعي الحصار على استسلام الدوحة تحت وطأة الحصار، ومارست وسائل إعلامهم التهويل والكذب ببراعة. كان كافيا لتغيير ملامح الاقتصاد القطري وإجبار الحكومة على استبدال استراتيجيات عملت بها لعقود من الزمن. فهل نجحت الدوحة فعلا في استيعاب صدمة المقاطعة؟ عام على المقاطعة، اقتصاد قطر ينهار والجماعات الإرهابية تحتضر. الرد جاء هذه المرة من البنك الدولي الذي قال إن الاقتصاد القطري تعافى بل وتغلب على القيود التي يفرضها الخلاف الدبلوماسي المستمر مع الدول الخليجية. ويتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو في قطر إلى 3.4% بحلول عام 2021. التوقعات نفسها أعلنها أيضا صندوق النقد الدولي. وبعد أشهر من فرض الحصار نشرت مجلة بلومبرغ الأمريكية عنوانا مفاده أن قطر المعزولة تتفوق على نظيراتها الخليجية في سجل نتائج الأصول لعام 2018. الشهادات لصالح الاقتصاد القطري لم تقتصر على المنظمات الدولية والتقارير الصحفية، بل جاءت على لسان من فرضوا الحصار. السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما، البحرين سوف تكون مختلفة تماما، الكويت، حتى قطر
على خلافنا معهم، لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. حاولت دول الحصار أيضا إثارة البلبلة من خلال قصص الشيخ عبد الله آل ثاني ووساطته المزعومة لصالح الحجاج القطريين ولقاءاته بمسؤولي دول الحصار، ومن حيث أريد الضرر جاءت الحقيقة واضحة على لسان الرجل نفسه. أما بخصوص الأزمة فالأزمة هذه قائمة على مصالح ورغبة الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في الحصول على ثروة قطر. أوصي إخواني القطريين تمسكوا بالسلطة التي معكم وأحذروا أن يأتوكم ويدفعوا لكم الأموال لكي تخربوا بلادكم. أموال طائلة أنفقتها دول حصار قطر بهدف تشويه سمعة الدوحة من خلال وسائل إعلام عربية وغربية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي. أكاذيب كلما تكشفت واحدة تلو الأخرى خصمت من رصيد مصداقية دول الحصار ووسائل إعلامها لدى شعوب المنطقة.